النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. إذن المملكة تتأثر خلال هذه الأوقات بكتلة هوائية حارة. هذه الكتلة الهوائية الحارة اندفعت من صحاري شبه الجزيرة العربية باتجاه المملكة كما نلاحظ، وأثرت على المملكة بحيث ارتفعت درجات الحارة بشكل لافت وتجاوزت مستويات الثلاثينيات في بعض المناطق. خلال 48 ساعة المقبلة سنلاحظ بأن غدا الأحد يتوقع استمرار تدفق الهواء الساخن باتجاه المملكة، مما سيعمل على حدوث المزيد من الارتفاع على درجات الحارة. سيتحول الطقس ليصبح حارا بشكل عام في أغلب المناطق، بل ويوصف بأنه شديد الحرارة في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. هناك تقريبا تشارف درجات الحرارة أن تصل إلى حدود 40 درجة مئوية أو أكثر. يوم الاثنين يتوقع أن يتقدم منخفض جوي خماسيني باتجاه شمالي الأراضي المصرية، مرفق بكتلة هوائية حارة مختلفة عن الكتلة الهوائية الحارة الموجودة حاليا، لكن كلتاهما ستندمج فوق المملكة، وبالتالي سيحدث المزيد والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة. قد تصل درجات الحرارة يوم الاثنين إلى مستويات قياسية من حيث القيمة بالنسبة لشهر نيسان شهر 4، حيث لا يعتاد أن تصل درجات الحرارة إلى هذه المستويات. تتجاوز درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية في معظم المناطق، بل وقد تصل إلى 45 درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار، والأجواء حارة إلى شديدة الحرارة. يوم الثلاثاء سيحدث بداية لتراجع هذه الكتلة الهوائية الحارة باتجاه الشرق والجنوب الشرقي، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء، ولكنها تبقى أعلى من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، فالأجواء يتوقع أن يطرأ عليها ارتفاع لافت على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة في مستويات أشبه بالمستويات الصيفية، والطقس يكون دافئ بشكل عام. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 20 درجة مئوية. السحور اليوم في الخارج في الشرفات مناسب جدا، درجات الحرارة مرتفعة، لا وجود لأجواء مائلة حتى للبرودة في مختلف ومعظم مناطق المملكة. نهار يوم غدا كما ذكرنا يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه درجات حرارة نهار هذا اليوم. الطقس يكون غدا حارا بوجه عام في أغلب المناطق، ويكون شديد الحرارة في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة بشكل عام. مع ساعات الإفطار يوم غدا تكون درجة حرارة في العاصمة عمان 33 درجة مئوية، والإفطار في شرفات المنزل وفي الخارج مناسب أيضا جدا، ولن يكون هناك أي أجواء باردة. توقعات الأحوال الجوية كملخص خلال الثلاثة أيام القادمة تكون إذا غدا الأحد 33 درجة حرارة في ساعات النهار وصغرى 22 درجة مئوية. يوم الاثنين 35 درجة مئوية في العاصمة عمان مع أجواء حارة بشكل لافت ومغبرة بعض الشيء وصغرى 24 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء تفوق معدل درجة الحرارة العظمى الذي يفترض أن يسجل في هذا الوقت من العام. ويوم الثلاثاء 28 درجة مئوية، هناك تراجع درجات الحرارة وصغرى 14 مع ظهور كميات من السحب والغيوم. وهناك توقعات باحتمالية تأثر بعض مناطق جنوب المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين في بعض من مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من الشمال في إربد 34 إلى 22 درجة مئوية، في عجلون 33 إلى 23، في جرش 36 إلى 25، وفي المفرق من 35 إلى 22 درجة مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في العاصمة 33 إلى 22، كما نلاحظ في البحر الميت تصل إلى حدود 40 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 31 درجة مئوية، في مادبة من 34 إلى 24، في السلط من 33 إلى 25، وفي الزرقاء من 36 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى الليل حوالي 22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك 32 إلى 23 درجة مئوية، في الطفيلة من 31 إلى 23، وفي معان من 32 إلى 21 درجة مئوية، وفي جبال الشراء من 29 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى ليلا 21 درجة مئوية. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 37 درجة مئوية في ساعات النهار وتهبط الصغرى ليلا إلى 30 درجة مئوية.
المناطق الشرقية تكون في رواجة 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 21، كذلك أمر في الصفاوي 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 20 درجة مئوية، أما في الأزرق فالعظمى تصل إلى 36 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 21 درجة مئوية. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية التي تسود المملكة في هذه الأوقات. الأمر الأول هو من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. الأمر الآخر هو ينصح طبعا بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة خارج أوقات الصيام كون ساعات الصيام طويلة ودرجات الحرارة مرتفعة. كما ننصح الجميع من الانتباه من خطر ومخاطر خروج وانتشار الحشرات في ظل ارتفاع درجات الحرارة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. تقبل الله صيامكم، دمتم بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.